بأموال الشعب بأموال الدولة ما زالكم في 2021 ما زالكم في هذه المستويات؟ لخدمة من؟ لخدمة من؟ درت هذا العمل هذا من أجل الخدمة نتاع زيطوط وأمير ديزاد؟ شوفوا غدوة، شوفوا غدوة على أرض الواقع هذا الشيء اللي قمت به، شوفوا ردود الفعل. أنا واحد من الناس، هاكم تشوف، أنا واحد من الناس، أنا كنت ضد الخطاب نتاع زيطوط، كنت ضد الخطاب هذا ولهذا الممارسات اللي راهو يقوم بها هذا أمير ديزاد. لكن انتم واش راكم تديروا؟ راكم تخدموا فيهم.